بنتكلم في فترة الخطوبة عن هي الضوابط، فاكرين؟ الحدود، وقلنا ان العروسة والعريس اجنبيان عن بعضهما البعض، فموضوع ان هي تشوفه وهو يشوفها ويقعدوا بقى الزيارات داخلة طالعة واللقاءات مش عارفة ايه، ده غير مستحب تماما، هو اصلا ما اعتبرش من المحارم، تمام؟ لا يجوز له، قلنا كده انا بعمل فيدباك وبدي الزيتونة النهاردة، لا يجوز له الخلوة بيها، الخروج يبقى مع محرم لو في حاجة ضرورية، يجيبوا عفش يتفقوا مش عارفة على ايه يشوفوا ايه، او كل العيلة كلها خارجة، الخطيب بيجي وده المتعاد عليه يجي ياخد العيلة بالعروسة بأهلها أو محرم معهم أخوها أو أبوها أو العيلة كلها، تروح تمام يلا يروحوا مكان أو يختاروا حاجة من الحاجات. ممنوع كلام الحب في فترة الخطوبة والغزل، غزل صريح ولا عفيف ولا الكلام ده، طبعا ديت نص الفتوى اللي احنا كلنا قلناها قبل كده. في كمان ان موضوع القلوة احنا قلنا عليه واتكلمنا وقلنا المحاذير ديت، ارجعوا للحلقات ضروري اللي فاتت، ما خلى الرجل بامرأة لو كان الشيطان ثالثهما، ركز في الكلام ده، ما فيش حاجة مس بالإيد علشان نص الحديث يعني، ونلتزم بالكلام ده. موضوع البصر والكلام ده مش عمال تعمل، خلاص انت شفت واتفقت على الامر خلاص، عشان ما يبقاش فيه شهوة، ما يبقاش فيه ريبة، ما يبقاش فيه حاجة ما بين في القلوب ذات نفسها. موضوع المرأة وصوتها او المخطوبة وتي تي تي تا عارفين انتوا النغمة الحرعوشة اللي الناس بتكلموا بيها دي، فيش خضوع بالقول طبعا عشان هو اجنبي وما زال اجنبي عنها.